عندما جاء بايدن كانت الأمور متفجرة في اليمن والأوضاع سيئة، وإنه الآن تحسنت. يعني بعد نتكلم عن الهدنة الآن، وإنه هذه من بركات بايدن، ومشكلة اليمن موجودة، وبايدن كان نائب للرئيس الأمريكي. هذا كلام كلام للدعاية والإعلام وتسويق أمريكا بأنها حريصة على السلام في اليمن كما هو في مناطق كثيرة من العالم. أمريكا تدعي، ولا أظن أنها أمريكا إذا أرادت، هو يتحدث عن أن إيران تهرب السلاح لليمن، إذا أرادت أمريكا أن لا يدخل مسدس إلى اليمن تستطيع، وهي ترصد ولديها الأسطول الخامس في المحيط الهندي، ولديها قواعد في المنطقة، ولديها أقمار صناعية ترصد وتسجل، وهي تستطيع أن تمنع دائما بين وقت وآخر تمسك سفينة أو مركب صغير فيه أسلحة وتقول بأنها تراقب. وفي الحقيقة بعد أن تكون عرفت وراقبت كثير من الأسلحة تمر أمام عينيها، أمريكا لا تريد العالم أن يستقر. أمريكا حريصة على أولا مجمع صناعة السلاح في أمريكا، نعرف أنه له دور في صناعة القرار، وهو يغذي الصراعات في العالم كله في كثير من الدول، من بؤر التوتر في العالم حتى يبيعون أسلحة. ثم بعد ذلك حين يريدون أن يوقفوا يخمدوا الحروب، تدخل أيضا شركاتهم في عملية شوب بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية إعادة الإعمار. مسألة هم يستثمرون في الحرب، هذه هي الرأسمالية، يستثمرون في الحرب ويستثمرون في إعادة بناء ما دمرته الحرب. أنا لا أثق بما تقوله الولايات المتحدة، لأنها إذا أرادت لا خففت كثير من الأزمة من الحرب، من اشتعال الحرب من خلال إيقافة للأسلحة التي تدفق إلى اليمن. أمريكا هي أيضا حريصة بشكل أو بآخر على بقاء النظام، بل إن نعرف إنه هذا النظام الإيراني أو الثورة الإيرانية جاءت بموافقة مباركة أمريكية وفرنسية على وجه التحديد، ولعمل انقسام داخل المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي. هذا الانقسام اللي نعيشه، الصراع بين الشيعة والسنة لم نكن نعرفه من قبل. كان العرب أمة واحدة، كانوا يتكلمون عن وحدة عربية، وعن الآن نناضل أو نحاول أن ندافع عن الدولة الوطنية التي تتشظى في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي بلدان وفي السودان الآن مؤخرا. بينما كان العرب أمة واحدة يسعون للوحدة، بصرف النظر لم يكن أحد يدرك أو يتكلم أنه شيعي أو سني أو أمريكا. يعني تلعب على هذه الورقة، وأمريكا والحركة الصهيونية التي لها باع كبير في إدارة السياسة الأمريكية وفي سياسة بلدان كثيرة في الغرب، تلعب دور كبير في تمزيق العالم العربي. أنا لا أصدق ما تقوله الإدارة الأمريكية تماما. أيضا تتهم بعض الدول الداعمة لليمن بعدم الضغط على الحوثي، يعني كيف، ما الذي يمكن أن تقوم به هذه الدول؟ كيف ممكن أن تقوم بالضغط على الجماعة الحوثية برأيك؟ أي دول؟ الدول الداعمة ل الداعمة، يعني قصدك بقية الدول، بريطانيا وفرنسا، الدول الداعمة العضوية في مجلس الأمن، و يديرت أولا الملف اليمني في يد بريطانيا. وبريطانيا ما زال لها عندها عقدة من ولها أيضا مش انتقام، وإنما من اليمن التي من الثورة اليمنية التي طردتها من جنوب اليمن، ثم بعد ذلك طردت قواعدها في ترتب عليه خروج قواعدها في الخليج العربي كله، في عمان وفي الإمارات وفي بريطانيا، هي ماسكة بالملف. والسياسة البريطانية تلعب دور ما في توجيه، أو على الأقل هي ليس في اليمن فقط، وإنما في بلدان كثيرة باعتبار دولة استعمارية قديمة، تلعب دور المستشار للسياسة للأمريكيين بشكل أو بآخر. أظن أنهم هؤلاء ليسوا حريصين على تسوية سياسية في اليمن في ظل بقاء اليمن كيان موحد. نعم. أظن